بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم دلوقتي على جزئية ازاي تدور على مجال تاني مرة. انا لقيت ان اغلب الناس عندهم مشاكل مش في انهم يختاروا مجال ايه، ان الناس مش عارفة المجالات هي ايه. يعني انا اديت امثلة، ما انا قلت امثلة على اساس ان يعني حد هياخدها ويشوف امثلة غيرها، بس للأسف لقيت كله راح مثلا لمجال السياحة، كله بقى سياحة 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 سياحة. انا مجرد قلت مثال، مش قلت التزموا بيه. وجوجل كي وورد بلانر ما اشتغلش مع ناس مننا بسبب تحديثات عندهم في جوجل الحسابات. الناس اللي عامله حسابات جديده منعوا عنها خدمه جوجل كي وورد بلانر. انا ما كنتش عارف لان انا حساباتي كلها قديمه، بس مش مشكله. كل ده ان شاء الله دلوقتي هوريكم طريقه جديده ازاي نعرف المجالات. احنا دلوقتي مهمتنا ان احنا نعرف ايه هي المجالات اللي انا اقدر اكتب فيها. هنخش اول حاجه عشان ما اطولش عليكم على موقع اسمه اليكسا. اليكسا ده موقع متخصص في تحليل المواقع، بس احنا هناخد منه حتة كده. هو بيقول لي التوب مواقع في كل مجال، يعني مثلا مجال الكورة هيقول لي التوب مواقع فيه، اعلى مواقع فيه هم كذا وكذا وكذا وكذا. انا يعني بطريقة كده انا هعرف منه. هنزل تحت، يعني ده موقع اليكسا، موقع لشركة اسمها امازون، متخصص في تحليل المواقع. هنزل تحت خالص 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 خالص، هاجي تحت هنا هلاقي فيه توب سايتس. توب سايتس اهي اهي، تمام، اهي انا معلم عليها بالازرق، تمام، هدوس عليها، تمام. هو هيجي يقول لي عايز ترتب التوب سايتس عن طريق ايه، بالجلوبال يعني دوليا. مثلا هنلاقي ان شركه جوجل هو اول موقع على مستوى العالم، بعدها اليوتيوب، بعدها الفيسبوك، يعني اكتر ناس على مستوى العالم بتخش على جوجل، بعدها بيخشوا على الفيسبوك، بقى على اليوتيوب قصدي، بعدها فيسبوك. طبعا ده مش مهم، انا بس بشرح لكم بس فكره عن الموقع. انا هقول له لا، انا عايز باي كاتيجوري. كاتيجوري اللي هو النيتش او المجال يعني، تمام. اهو هنا جاب لي المجالات زي ادلت، ارتس، بيزنس، كمبيوتر، جيمز، هيلث، هوم، كيدز، تينز، نيوز، رياكشن. كل دي مجالات، تمام، زي ما احنا شايفين قدامنا هنا. كل دي مجالات، تمام، كل دي مجالات اساسيه، يعني كل دي في تفرعات تحتيها، يعني ده اسمه كاتيجوري، في تحتيها حاجه اسمها سب كاتيجوري. انا مثلا واحد عايز اكتب في مجال البيزنس، هدوس كده. انا دماغي في البيزنس، عايز اعرف البيزنس ده فيه ايه. مثلا هنيجي عند اول واحده هنا، الاكاونتنج اللي هي المحاسبه، تمام. انا مثلا ممكن اكتب عن المحاسبه، بيزنس اند سوسايتي، البيزنس والمجتمع، ازاي مثلا اكتب عن مشاريع بتحصل، عن ازاي الناس عايزه تستثمر فلوسها، ازاي في انرجي، الطاقه، انفايرمنت، البيئه، بيزنس سيرفيس، خدمات البيزنس. يعني مش قصدي ان حد ياخد البيزنس، هيلث كير، الصحة، كل دي مجالات. يعني ممكن واحد يكتب عن الصحة، ممكن يعني مثلا انا بدي مثال عشان ما حدش ياخد نفس الكلام ويطبق. كيميكالز، كيميائيات، يعني في مواقع اصلا متخصصة ان هي بتجيب تجارب كيميائية جديدة، بتقعد تتابع الاخبار الكيميائية، هي تخصصها كده، بتجيب الحاجات الجديدة. اي كوميرس مثلا، الاقتصاد، اللي هي واحد بيكتب عن المتاجر، واحد بيكتب عن التسويق، واحد بيكتب قصدي عن الشراء اونلاين، بيكتب عن الحاجات دي. انفورميشن سيرفيس، انفورميشن تكنولوجي، انترناشونال بيزنس اند تريد، والتجاره، في حاجات كتير. كل دي سب كاتيجوري، يعني كل دي سب كاتيجوري تحت مجال ال البيزنس. نيجي مثلا ناخد مثال تاني، ندوس باي كاتيجوري. مثلا هناخد الشوبينج، تمام، انا عايز اكتب عن الشوبينج، تمام. عايز اكتب هنا عن الهدايا، يعني في مواقع اصلا بتتكلم عن ازاي في ناس طبعا مشكلتها اللي هو بقى في هدايا تقليديه، اي حد عايز يروح يجيب اي هديه، بقى في هدايا معروفه ان هي دي الهدايا. بقى في مواقع بتتكلم عن ازاي تجيب تعمل هدايا مبتكره، ازاي تجيب هدايا مبتكره، ايه المواقع اللي بتبيع الحاجات دي كلها، الهيلث، الصحه، هوليديز، الاجازه، ناس عايزه تقضي اجازاتها فين، تجارب لناس، في مواقع كل ده. بيتس، في مواقع ناجحه جدا بتتكلم عن الحيوانات الاليفه، والحيوانات الاليفه ده اصلا يعني مجال كبير. في ناس يعني في مواقع متخصصه عن اكل الحيوانات الاليفه بس، في مواقع متخصصه عن تربيه الحيوانات الاليفه، في مواقع متخصصه عن ترفيه الحيوانات الاليفه، في حاجات كتير جدا. يعني لو جينا هنا هلاقي حاجات كتير قوي، تشيلدرن، كلوزنج، ملابس، ديسكير، حاجات كتير. كل ده ممكن واحد ياخد، انا عايز كل واحد ياخد حاجه واحده بس من دول، انا بشرح بس كل ده. يعني هنا مثلا جولري اللي هو المجوهرات، في ناس ممكن تتكلم عن المجوهرات، اكيد مش احنا يعني، بس انا بدي يعني مثال، الحاجات دي بتبقى بره. كل ده تمام. نيجي نخش ناخد مثال ثالث،
انا كل ده بس بعمل ايه، بنفتح الدماغ للمجالات. يعني اقصد ان ان الواحد يبقى مستوعب كم المجالات اللي موجوده، مش يبقى في مجال او اتنين هو اللي بيختار ما بينهم، لا ده في مجالات بالهبل. بس في حاجه بس انا عايز اقولها، الميزه في الشغل بتاعنا اللي احنا بنعمله دلوقتي التميز. محدش هيجي يخش موقعك الا لو كان موقعك بيقدم حاجه جديده عن اي حد. احنا مش عايزين نعمل حاجه ونعملها كده ايه، يلا انا اخترت مجال ده عشان ارضي عبد الله، يلا انا عملت الحته دي علشان عبد الله مثلا بدل ما ينزل بوست لا انا اتحرج قدامه ان انا ما نزلتش. لا احنا ما بنتكلمش عشان كده، احنا بنتكلم في ده كشغل، فده مش هيفيدك قدام نهائي. اختار بدماغ رايقه، يعني اختار وانت مقتنع 100% بالمجال ده، مقتنع ان في ناس فعلا بتبحث عنه. لو مش مقتنع سيبه، انت يعني في مجالات كتير، ما تمسكش في مجال. الاقي ناس ماسكالي في مجال السياحه في مصر، ناس شوارع مصر، ناس ماسكالي السياحه في اوروبا. يعني انا لما اديت امثله في الفيديو اللي فات، قصدي على امثله ان الناس هتبقى دماغها ان في مش مشكله، يعني بنتعلم من اخطاء. وانا من اخطائي ان انا ما كنتش اعرف، يعني انا من اخطائي ان انا ما وسعتش الدنيا قدام الناس في الاول، وان شاء الله بنعالج ده دلوقتي. بس اقصد يعني ما تختارش مجال كده انا اخترت ده وخلاص، ده عبد الله بيتكلم، لا ده انا ثانيه واحده كده اخش اشوف اي مجال وحلو ده ولا لا. يعني خلينا نبقى صراحه، ده شغل، ده بيزنس، فاحنا لازم لما نختار مجال انا هعتبره كبيزنس، لازم هسعى فيه وهتعب فيه علشان في ناس تخش لي وفي الاخر اكسب منه. لان لو هو واخده انا براضي عبد الله اللي هو يلا نختار اي مجال وكده، ده مش هينجح، مش هتنجح. هو مش كل المواقع ناجحه، في مليارات المواقع ومش كلها ناجحه. تمام، ناخد مثال تاني، نيجي هنا مثلا للهيلث اللي هي الصحه. لما ندخل هنا مثلا هنلاقي في مجال الصحه education، education اللي هو التعليم، تقريبا دي تعليم حاجات في الصحه يعني. فيتنس اللي هي الناس اللي بتلعب فيتنس، ده نوع عشان البنات، ده نوع من انواع التمارين في زي الجيم وكده يعني. الهوم هيلث، الصحه في المنزل، يعني في ناس بتتكلم بس عن التمارين الرياضيه في البيت. مين هيلث ده مجال لوحده، ومنتال هيلث، والنيوز اند ميديا، ونيرسينج التمريض والبروفيشنز، وفارماسي. في ناس بتكتب عن، يعني في مواقع بتكتب مثلا عن الادويه بالاعشاب، تمام، في مواقع بتكتب عن تمارين في البيت، في مواقع بتكتب يعني اقصد ان التخصصات كتير. انا مش عايز اطول بس في الفيديو، بس يعني خشوا هنا وخد كل واحده ترجمها. انا عن نفسي مش عارف كل ده بالانجليزي، يعني انا عارف لي مثلا حاجه حاجتين كده، ولو في حاجه مش عارف اخدها ترجمها في جوجل يعني سهله. تمام، في هنا هو وومن هيلث، ويت لوس، تين هيلث. يعني تين هيلث يعني هنا الناس اللي هم الصغيرين بيبقى ليهم تمارين مثلا او صحه او علاجات غير الناس الكبار، فدي حاجه لوحدها. في مواقع بتعمل عن تربيه الاطفال، بس اصلا يعني انا بدي كل ده امثله. تمام، انا مش محضر اي حاجه، انا بدي كل ده امثله وانت خش اختار. تمام، يعني مثلا هقول لكم بقى حاجه هنا، احنا مثلا هنختار مجال الفيتنس. تمام، هو تحت هيجيب لي انا مثلا عايز اختار المجال ده ودماغي مش متوسعه، المجال ده ممكن اكتب عنه عن ايه. هو لما دوست عليه دي برضو، لما دوست عليه جاب لي هنا التوب مواقع في الفيتنس اهو، ده اول موقع في الفيتنس. لو دخلت عليه كده هاخده كوبي، هشوف الموقع ده بيقدم ايه. بس كل المواقع دي اجنبيه، احنا المواقع العربيه اللي بتاعتنا للاسف كلها ملهاش ترتيب اصلا. تمام، يعني ترتيبها قليل جدا. هنشوف دلوقتي ده مثال اهو، مثلا الراجل ده بيقدم ايه اهو. يعني مثلا لو جينا للمقالات هنلاقي هنا 7 healthy snacks that will tame your، انا مش عارف ده معناه ايه. نخش نشوف المقالة دي هو بيتكلم عن ايه الراجل ده. اهو ده اعلان زي ما احنا شايفين كده، اللي تحت ده كده اللي هو ده اعلان لشركة اهو، هو الراجل ده شغال اهو. هاخد ده كده كوبي، انا مش فاهم اصلا الراجل ده بيتكلم عن ايه. هروح على ترجمة جوجل، هو 7 حاجات سنيكس بس مش عارف بقى بتعمل ايه. أو يعني 7 وجبات خفيفة صحية من شأنها تروي شهياتك، ده تروي شهياتك، حتى أنا مش عارف يعني إيه ترويد يعني بالعربي، مش عارف بقى تنشط شهيتك تقريبا يعني.
فهو كاتب كده، فاحنا ممكن نخش نتعلم الناس دي بتكتب ايه يعني، ومش شرط تبقى ملم باللغة، بس حاجات بسيطة. هننزل تحت او زي ما احنا شايفين اهو، مثلا اللي هو خصم حتى 70% ده اعلان، تمام؟ اللي هو على اليمين ده اهو اعلان اهو، اللي هو خصم 70% حتى 70% ده اعلان، تمام؟ لو نزلنا اهو بيتكلم على شرائح الافوكادو، وبيشرح تحتها بعدها اطعمة تانية، تمام؟ بوب كورن اللي هو الفشار وكده. لو جينا على اليمين هنا هنلاقي 7 foods you should stop eating for breakfast، 7 أطعمة انت المفروض توقفهم عن اسمه ايه، توقف اكلك فيهم في الفطار. كل دي افكار بتجيلك، انت هتكتب ايه في موقعك؟ خش اختار مجال، عايز تعرف المجال ده مدى الكتابة فيه ايه، خش على المواقع دي وشوف. ناخد مثال تاني برضو، تمام؟ خلاص احنا خلصنا من ده، تمام. نختار حاجة تانية، نختار مجال تاني، نختار مثلا الساينس، نختار اي حاجة، نختار الساينس، ماشي. العلوم، ماشي. نختار اي حاجة، نختار الايرث ساينس، علوم الكوكب. نشوف المواقع هنا، مثلا هلاقي ويزر دوت جوف، ده موقع طالما دوت جو اوف ده كده موقع دولي، احنا عايزين نشوف موقع عادي. مثلا جلوجي دوت كوم ده موقع مشهور تقريبا. انا مثلا واحد طاقت في دماغي انا عايز اتكلم عن علوم الكوكب، تمام؟ ده جلوجي اهو كاتب مقالات وحاجات، هنا بيتكلم عن الفولكانيك البراكين، وبيتكلم عن ووتر بروف واللينجست ايرثكويك لارجست ايرثكويك، شوية حاجات انا مش فاهم اصلا هو بيتكلم عن ايه. يعني مثلا هنا كراش ستون، تكسير الحجارة، لا المجال ده مش جاي معايا سكة، انا مش فاهم في حاجة اصلا. لا لا اقفل، نقفل ونطلع نشوف مجال غيره وهكذا. مش عيب ان الواحد يبقى مش فاهم، عادي جدا. خش شوف مجالات تانية بالهبل وجرب، وخش شوف بيقدموا ايه. يعني بتاع الهيلث اللي احنا دخلنا ده، لو مثلا 7 أطعمة في ناس كتير قوي بتدور عليه، لو احنا عملنا هتلاقي، لو نشرنا على الفيسبوك مثلا هتلاقي ناس كتير دخلت، لان ناس كتير بتدور مثلا على ان هي لما تيجي تفطر ما تاكلش ايه كده. انا شرحت جزئية اللي احنا ازاي ندور على مجال، ودي طريقة سهلة اظن، تمام؟ وانت اختار بقى بمزاجك، بس يعني حاجة للتاني مرة، احنا بنختار مجال علشان هنبني عليه بيزنس. تعبك اللي جاي مش محدش هيديك تمنه لو انت اخترت مجال انت مش مجال مش كويس، او مجال انت مش مقتنع بيه. يعني سياحة في مصر، السياحة شوارع مصر، هنكتب ايه يعني؟ كل ده كلام يعني، انت جمهورك عربي، انت مش جمهورك اجنبي. فلما تكتب السياحة في مصر، هم في مصر مش عايزين يعرفوا السياحة في مصر. لكن انت لو بتكتب مثلا بانجليزي، فاحنا ممكن نجيب ننشر ماشي بره ومش عارفين السياحة في مصر ننشر له. فيعني خلينا نبقى واقعيين شوية واحنا بنختار المجال. يعني مجال اللي هو بتاع الاكل مثلا، الصحة والحاجات دي انا شايفه كويس، انا بالنسبة لي. ممكن واحد تاني يبقى في مجالات تانية كتير زي ما احنا شفنا نقدر نختار منها. كده احنا قفلنا صفحة ازاي تختار مجال. الحاجة اللي بعدها ازاي اللي هو نختار قالب. هو مفيش يعني ستيبس بنمشي عليها علشان نختار قالب، لا احنا القالب ده بنختاره طبقا للشكل اللي انا عايزه، او للمجال اللي انا عايزه. بس في حاجة اسمها الايه، يعني حاجة اسمها كده بالعربي اخلاقيات المواقع. ما ينفعش اشكال مبهرجة، اشكال صعبة، اللي هي يعني ايه، ازاي يلاقي صعوبة اصلا ان هو يوصل لحاجة في الموقع. عايزين حاجات بسيطة وشكلها حلو. يعني مثلا لو دخلنا دلوقتي عشان ندي مثال برضو، تمبلت بلوك قوالب عرض، هنا هنيجي هنا على الصور، هنا مثلا نيجي مثلا ندي مثال على اللي مش كويس واللي كويس. يعني مثلا حاجة زي دي اهي، حاجة بسيطة جدا، شكل بسيط، متقسم كويس، مقالات هنا، المقالات على اليمين والمقالات التانية على الشمال، اعلام فوق، حاجات بسيطة. نيجي مثلا نشوف ده برضو كويس، ده مش هينفع معانا، مبهرك، في مقالات في النص وعلى اليمين هنا بوكسات مش كويسة، لا مش ماشية يعني، مش لطيفة يعني، تمام، للزاير، تمام. نيجي ننزل تحت شوية نلاقي ده مثلا مش ماشي معانا، صور كتير وكده هتشتت الزاير، لا
عايزين حاجة اهو. ده مثلا ده حاجة بسيطة سيمبل، شكل فوق في مساحتين اعلانيتين زي ما احنا شايفين، اشكال. عايزين حاجات بسيطة اللي هو يعني الزائر يخش يحس براحة. يعني انا هديكم مثال ونختم بيه. لما الواحد مننا مثلا بيخش في محل، يلاقي المحل ده اللي هو شكله واو ومحل رهيب وعاملين حاجات، حتى لو سعر المحل ده اسعار مثلا الهدوم فيه رخيصة، انت وانت بتشتري او تعمل حاجة هتحس برهبة، تمام؟ ليه؟ لان انت مش حاسس ان المكان ده مش تبعك. مش قصدي ان احنا مش نضافه كده، انا اقصد ان الواحد بيحس برهبة في المكان اللي بيحسه مبهرج، تمام؟ اللي هو عاملين فيه حاجات بالبلدي كده اوفر، تمام؟ احنا عايزين الحاجة تبقى بسيطة، زي غير لما واحد مثلا بيخش محل يحس ان هو يعني المحل ده منه، يعني ايوه المحل ده انا اعمل اللي انا عايزه في المحل ده. وبرضه المحل بيبقى شكله حلو، مش بنقول المحل بيبقى شكله وحش، بس بتحس براحة من ناحية ده. فاحنا عايزين برضه نوصل الزائر لنفس الحاجة، اختار حاجة بسيطة، حاجة لايقة مع المجال بتاعك، بلاش اشكال مبهرجة، تمام؟ يعني اتمنى ان انا اكون وصلت الفكرة، ولو في اي حاجة برضو اسألوني فيها، حتى لو في الحاجات دي يعني ان شاء الله مش هنعدي منها لما تكون اتفهمت كويس وكل واحد لقى مجال وحاجة كويسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.